السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي زيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى بمناسبة أعياد شم النسيم، خلاص قربت. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا ما يحلاش شم النسيم غير بأكل الرنجة والفسيخ. النهارده بقى هنعمل مع بعض، هقدم لكم مع بعض إن شاء الله حلقة مجمعة كده. هنعمل تنظيف الرنجة على طريقتين، الاتنين أسهل من بعض. وكمان هقدم لكم الرنجة بأكتر من كذا طريقة تحطيها على سفرتك مختلفة وطعمها جميل جدا. إن شاء الله الحلقة تنال رضاكم وتعجبكم وتجربوها بإذن الله. يلا بقى نقول أول حاجة هنعمل إيه. طبعا الرنجة أهي، أنا قصيت بس الديل بتاعها هنا عشان تكفي، بس نحط الطبق. نحط الطبق كده. أول حاجة تنظيف الرنجة بالمية المغلية. الحقيقة الطريقة دي أنا كنت شفتها من فترة كبيرة جدا وجربتها أكتر من كذا مرة، عجبتني جدا جدا. يعني أنا ما يعني حبيت إن أنا أقدمها لكم وأعرفها لكم بعد ما جربتها كذا مرة. صراحة جميلة وليها أكتر من كذا فايدة. أول حاجة بحط الرنجة كده في طبق، هقول لكم فايدتها بس وأنا بشتغل. وبتجيبي بقى مية سخنة مغلية وتنزلي عليها المنظر ده. حلوة جدا الطريقة دي لسبب، غرقيها بالمية السخنة. طبعا لو الرنجة مالحة شوية بتنزل الملوحة بتاعت الرنجة، بتبقى الرنجة ايه، سيبيها بس دقيقة كده، نزل الملوحة بتاعت الرنجة. لو فيها بقى اي شوائب اي اتربة بتطلع، بتخلي لحم الرنجة طري جدا معاكي لما تيجي تعمليها في سلطة الرنجة او اي حاجة. بصي بتبقى جميلة جدا. دقيقة بس كده، المية دي مغلية يا جماعة، سخنة جدا، حتى هتلاقوا لون الايه الميه غير شويه. طبعا الرنجه لازم تتعرض لاي حاجه سخنه، على النار، الميه السخنه، كل ده لازم يتعمل في الرنجه. خلاص نجيب بقى الطبق كده على جنب، طلعها. بصوا لحمها بقى طري ازاي وجميل. نشيل بقى طبق انا مش محتاجاه. يلا بقى هنبدا في ايه، ان احنا نخلي الرنج. بسم الله. اول حاجه بتقطعي الراس، الراس دي مش محتاجاها. وبتيجي هنا سكينه حاميه، تفتحي فتحه خفيفه كده، بسم الله كده. زي ما انتوا شايفين. اجي بقى احاول ان انا اشيل، بصوا منتهى السهوله الجلد بيتشال. بصوا ما شاء الله الرنجه حجمها حلو. الحقيقه انا ما بلاقيش الحجم ده، يا ربنا يكرمها حماتي هي اللي جايبه لي الرنجه، مش عارفه بتجيبها منين الحجم ده، بس صراحه جميله الطريقه دي، هتعجبكم جدا. بصي منتهى السهوله، انا خلاص عرضتها للميه السخنه، نزلت اي حاجه منها. بص سهوله، شايفين؟ واجي بقى كده بالمقص وافتح بطنها. غير بقى دي اول طريقه انا هقدمها لكم. افتح كده بشويش، بسم الله ما شاء الله. بصوا البطروخ، في نوعين من البطروخ، بطروخ ناعم وبطروخ مرمل. دي اول حاجه اهو، حاول اشيل من عليه اي حاجه، منتهى السهوله بيطلع اي حاجه مش عاوزاها زي ده. افتح كده بايدي كده بالسكينه، واجي افتح لحد الاخر عشان تبقى مفتوحه معايا. شايفين اهو، شايفين السهوله. اجي بقى للشوكه اللي بتبقى هنا، شويش خالص اطلعها من غير ما اهريها. مش عارفه اتحكم بالجوانتي، شويش كده، بسم الله اهو. الشوكه منتهى السهوله اهي. اجي بقى من الجنب كده وبالسكينه وانزل وانضف كده بالشكل ده. بصوا الجمال اهو، طلع منها اي حاجة مش تمام، اقلبها كده برضو واعمل كده. بصوا كل التفاصيل معاكم اهو،
بصوا الجمال، بصوا ادي الرنجة، ادي اول ايه طريقة لاخلاء الرنجة. طبعا لو في اي حاجة بتقدري تشيليها، انا مش عارفة اتحكم قوي عشان الجوانتي بيتزحلق شوية، بس انا وريتك الفكرة. بصوا طريقتها سهلة ازاي، دي اول طريقة. يلا بقى عشان نجهز نعمل الطريقة التانية مع بعض. الطريقة التانية بقى زي ما انتم شايفين، انا جبت الرنجة اهو، قطعت الراس والديل وفتحت بطنها، نظفت قلبها كده اهو بالمنظر ده. عايزة تحطيها زي ما هي كده ماشي، وتجيبي بقى جريلا عندك، صاجة، اي حاجة، وتسخنيها كويس وتحطي. طبعا احنا متعودين دايما ان احنا نعمل على عين البوتاجاز، فطبعا البوتاجاز بتاعنا بيتبهدل، ويعني الطريقة دي احسن كتير قوي. بس حاولي يعني خلي في تهوية في الشقة كويس جدا، لانها هتطلع دخان شوية. لازم يا جماعه الرنجه تتعرض للنار. انا قدمتها لك بطريقتين، الاثنين اي بقى طريقه تعجبك اعمليها بيها. بصوا تفتح ازاي الشكل، لازم تكون سخنه جدا، ولا بقى اوسخ البوتاجاز ولا اي حاجه. استنى بس شويه كده وبعد كده هقلبها قدامكم اهو. زي ما انتم شايفين انا بقى هقلبها قدامكم. بصوا القشره بتاعتها، الجلد بتاعتها اوتوماتيك ايه؟ بصوا الجمال. استنى بقى كده وبعدين هطلعها واشيل بقى الجلده بتاعتها ونشوف هنقدمها ازاي. زي ما انتم شايفين انا خلاص طلعتها من على الجريل، ولا بقى وسخنا البوتاجاز ولا اي حاجه. عاوزه تحطيها من غير ما تفتحيها، تشويها بالطريقه دي وبعد كده تنضفيها، ولا دي طريقه. وممكن برضو تحطيها زي ما انا فاتحه قلبها كده ومنضفاها. سهل بقى. بصي اهو، معلش بقى مش هلبس جوانتي بقى، ما بعرفش اتحكم فيه بصراحه اهو. بصوا سهل ان هو بيخرج ازاي كده على الجنب برضو. شفتوا بقى طريقتين اسهل من بعض، وهتاكلي بقى احلى رنجه. بصوا الجمال، سهل بقى ان انت تفتحيها كده وتطلعي زي ما وريتك الفكره الاولانيه، تطلعي الشوك من قلبها. انا بقى هعمل كده وهخلي دول كمان، وبعد كده هنرجع بقى نشوف هنقدمها ازاي. انا خلاص زي ما انتم شايفين خليت كل كميه الرنجه. بصوا بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي بالطريقتين اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو. بصوا يعني شوف ما تفتفتتش ولا اتهرت ولا اي حاجه. بصوا الجزل بتاعتها طالعه سليمه، ولا مهريه ولا اي حاجه. يلا بقى هنعمل اول طريقه مع بعض. هنعمل اول طريقه اللي هي الطريقه الساده للناس اللي ما بتحبش الرنجه محطوط عليها اي حاجه. بصوا انا ليا طريقه كده، بحط الاثنين على بعض. عايزه تحطيها كده ماشي، عايزه انا بقى بعمل ايه، اقطع كده كده المنظر ده، عشان بصوا انا قطعتهم اهو، واجيب الطبق وسع بس لنفسي، اجيب الطبق وانزل بقى ايه، ارص بقى بطريقه شياك كده. عاوزه تحطيها سليمه زي ما هي اوكي، ما تحطيها، بس انا بحب اقطعها كده عشان ما ايه يعني ما تتعبكيش في الاكل. طلعي كده القطعه على قد اللقمه بتاعتك اهو، وهكذا، وتكملي كده الكميه. بصوا اهي بقى بشكل ايه، بصوا شكلها حلو ازاي. انزل بقى عليها شويه زيت، شويه زيت حلوين كده. دي الطريقه اللي هي ايه، وليمون. الناس اللي حابه تحط ليمون ماشي، اللي مش حابب خلاص. بصوا الجمال، شيل بس البذره. عايزين بقى تزودوا زيت، تزودوا ليمون اللي يعجبكم. دي اول طريقه اللي هي السيدة. هجهز بقى للطريقه الثانيه وهرجع لك تاني. الطريقه الثانيه بقى هنعمل الرنجه بالسلطه والطحينه. طبعا انا بقطع الرنجه قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين. في ناس بتحب تديها ضربه كده في الكبه يعني ما تبقاش ناعمه قوي، بس انا ما بفضلش الطريقه دي، بحب اقطعها كده. هي اصلا مش مستحمله يعني، لحمها طري ما شاء الله جدا. بصوا الشكل عامل ازاي، بتبقى خطيره جدا يعني. حتى انت لو جيتي قلبتيها بشوكه ولا هرستيها بشوكه هتبقى معاكي تحفه. بصوا الشكل، بصوا مش مستحمله خالص. انزل عليها كده بالسكينه، فين الجمال. هنزل بقى بالكميه دي في الطبق.
مش بس سامحوني انا مش عارفه اتعامل الصراحه بالجوانتي. يبقى انزل بقى بالسلطه، الفلفل طبعا متقطع، خيار مقشراه، الخيار يعني متقشر القشر بتاعه متقطع قطع صغيره، بصل، في ناس بتحب تحط طماطم، انا بصراحه ما بفضلش قوي الطماطم على الرنجه، لكن لو حابه بتخلي البذر بتاعها وتحطيها قطع صغيره. نحط بقى الزيت، جد حاجه تفتح النفس، والليمون والطحينه، بصوا الجمال. انا بقى ما بحبش احط اي توابل عليها، بكتفي بالملوحه بتاعتها يعني. بصوا بقى الجمال عامل ازاي الشكل، اظن بقى حاجه تفتح النفس. دي بقى الطريقه الثانيه للرنجه. يبقى احنا كده قدمنا طريقتين، الطريقه الساده والطريقه بالسلطه والطحينه. عايزه بقى تزودي زيت، زودي طحينه، براحتك. بصوا الشكل عامل ازاي. يلا بقى عشان نجهز للطريقه اللي بعد كده. الطريقه بقى الثالثه هنعملها بالمايونيز، بجد تحفه، جربوا الطريقه دي. انا قطعتها قطع صغيره زي ما قلت لكم، عاوزه تضربيها في الكبه اضربيها براحتك، بس هي دي عاوزه تكون شويه ناعمه، تهرسيها كده بالشوكه. بصوا هي مش متحمله، بصوا عامله ازاي، خطيره جدا. ما بنضيفش عليها اي حاجه غير المايونيز. ليه؟ المايونيز اصلا موجود محطوط عليه خل ومحطوط عليه كل حاجه، يعني اللي حابه تضيف بصل تضيف، مفيش مشكله، قطع بصل صغيره. بصوا الجمال بصراحه بالمايونيز دي جميله جدا. بصوا الشكل تحفه، جربوها بالمايونيز هتعجبكم جدا. ويلا بقى عشان نعمل الطريقه الاخيره. يبقى انا كده عملت لكم كل الطرق تقدمي للرنجه، ازاي تقدمي الرنجه بكذا شكل على سفرتك. يلا بقى عشان نجهز الطريقه بقى الاخيره. هقولها لكم اهو. انا بقى البطارخ، طبعا انتوا عارفين البطارخ بتبقى مالحه شويه عن لحم الرنجه. قطعتها برده قطع صغيره وحطيت عليها بصل قطع صغيره. تحطي بقى عليها شويه زيت عشان تهدي من الحدوقيه بتاعتها. تحطي عليها بقى الطحينه الجباره. طبعا البطارخ بتبقى طعمها جميل جدا، ممكن تخلطي المرمل على الناعم. بصوا الشكل عامل ازاي، تبقى طعمها خطير، وممكن برضو عصرة ليمون. ادي اهو البطارخ. الطريقة بقى الأخيرة هعملها لكم بالزبادي. أنا قطعتها قطع صغيرة برضو، بهرسها بالشوكة. أنا أنصح بقى أي حد يعني مثلا اشترى الرنجة وطلعت حادقة جدا منه، اعمليها بالزبادي وادعيلي، مش هتحسي بأي حرقان أو أي حاجة في صدرك، يعني إن هي تبقى حادقة أو مالحة، أو تقدري تاكليها كمان والولاد يعرفوا ياكلوها. تعملي إيه بقى؟ حطي عليها اسفه خيار مقشر قطع صغيره، وانزلي عليها بمعلقتين الزبادي. بجد الزبادي بيرطب على الصدر وبيكون طعمها حلو جدا جدا. يعني انا دلوقتي عملت لك من 4 رنجات كذا صنف تقدري تقدميه على سفرتك للرنجه، وكلهم بصراحه احلى من بعض. انتوا عارفين بقى اعياد شم النسيم ما تحلاش غير بالرنجه والفسيخ. بصوا بقى الجمال. انزل بقى معلش شويه زيت بقى كده على الوش، مش هيجرى حاجه. وادي بقى نستعد بقى ان احنا نقدم الاطباق بتاعتنا، وهرجع لكم تاني. ادي بقى الشكل النهائي لاطباق الرنجه الجباره بتاعتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، اظن بقى حاجه تفتح النفس. قدمت لكم من 4 رنجات كذا صنف، بص الشكل عامل ازاي، هتحطيه على سفرتك. بجد هتجربيه ان شاء الله، وانا متاكده ان هو هيعجبك باذن الله. وان عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير ودعوة حلوة. ولو عايزين مزيد من وصفاتنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة جديدة.